أنا بعرف إنك حابب تبقى مع رفيقك لوحدك، بس إذا غيرت رأيك وحبيت إنك تحكي شي وتفضفض فأنا موجود. ما بدي أحكي شي بنوب، وحاجة لحني يا سيادة الضابط. اتركني بحالي لو سمحت. مهند، أنا واجبي إني أحميك، حتى إذا بدك تتنفس لازم تكون جنبك. شبك ما حدا تألم غيرك؟ ها؟ بس أنت فقدت شخص؟ مو ممكن كمان أنا أكون فقدت حدا؟ ما بيصير يعني؟ لما تلمس هالتراب ويحترقوا إيديك فيه، مفكر إني ما عم حس فيك وما عم بفهم شعورك؟ بركي أنا كمان فقدت شخص بحبه، أو بركي إني كون خسرت المرة اللي بحبها، ومو بس حدا، كل رفقاتي كمان. تعرف؟ أنا السنة الماضية وللأسف أنا خسرت مرتي، خسرتها وخسرت كل رفقاتي بالزلزال يا مهند. يعني أنا هلأ مثلك وجرح قلبي لساته مفتوح، لهيك أنا عم بقدر شوف جرحك وحس فيه. لهيك لازم تشوف حياتك وتنتبه على حالك، عم تفهمني؟ فهمانك يا حضرة الضابط.